الاستاذ ده طبعا. سالك يا كلمه، طب مش احكي لك حاجه تاني بقى، انت جبانه كلمينيش. سالك يا عبد الله، انتوا هنا واحنا بندور عليكم. كلامك ده يا عبد الله غريب، بيخلي الواحد بيشك في اللي بيحصل حواليه. انا متوقع ان السواق هو اللي بيعمل ده بصراحه. بقى يا عبد الله انت بتبالغ قوي، كل شيء جايز. احنا في الوضع يا جماعه، والوضع دي زي اي مينا، فيها السواح وفيها اولاد الناس وفيها المجرمين. زي اي مينا، مينا وحدود يعني حاجه بالشكل ده. بقول ايه، نندل وفاء وننزل الميه. هننزل الميه كده؟ طب ما تروحوا تغيروا وتلبسوا مايوهات واحنا مستنيين. يلا يا بابا يلا 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 انت بقى كسل. يلا بينا على الميه، يلا غيروا وتعالوا بسرعه. استنيني.